نص ساعة وتمشي. عشان لما أقول بلاش نفرح المنيلة دي محدش بيفهمني. والله قطع رقبتي محد فاهمك غيري. فضلك النبي يا ريس شويه الميه دول لو سمحت. فكت ها مش تعرفي اصلا صعبه شويه. اساعدك انا يمكن المفاتيح بتاعتي. ممكن لما اجزا اجيب المفاتيح بتاعتي اهي. طب تزعلي يعني شويه الميه دول ممكن اشرب يعني. طيب اصل مش واخده بالك اصل رجلي وجعاني شويه. ها عزيز خلاص ما تقلقيش يا مدمازيل العربيه هتمشي ان شاء الله. يا عم دي عربيه خرده. خرده؟ انا عربيتي تحت امرك. انت بتتكلم جد؟ طبعا. ايه الهزار دي؟ عزيز مراد عز الدين تحبي تشربي ايه بقى؟ متشكر. ما تتكسفيش. كوكاكولا؟ طيب وانا كمان كاكولا. انت اللي هتدفع. وحضرتك بقى طالبه؟ لا بشتغل. عظيم عظيم. بتشتغلي ايه؟ بشتغل وخلاص هو محضر. طيب اخد نظارتي بقى وكوبايه المايك. لا 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 انا اللي هدفع بقى. شايف العربيه دي؟ شوفر ليه احسن عربية في العالم. عشان تخلي بابا يجيب لك واحدة زيها. ايه العبارة؟ مش فاهم. ولا انا امال عربية حضرتك فين؟ برا. ليه؟ لا اصلي شايفة ماشي هناك. لا دي عربيتنا قدام. ايوه نزل بالراحه. انا راجل اتخض من هنا. انا يا جماعه.